تبدأ الأحداث بإظهار مقاطع حقيقية للعنف والعنصرية ضد السود في جنوب أفريقيا، وفي نفس الوقت يتحدث بطل القصة تيم جينكين بصوته. إذ بينما الإنسان الأسود يعيش أتعس أيامه، هناك طبقة من ذوي البشرة البيضاء يعيشون أسعد أيامهم في الاستجمام والرفاهية. يقوم تيم رفقة صديقه ستيفن بتفجير حقائب كبيرة في الشارع العام، والتي هي مملوءة بكتيبات ورقية، وذلك من أجل أن تتساقط وتنشر هذه الكتيبات في أرجاء الشارع وقراءتها من طرف الناس، والتي تحث على المساواة بين جميع الأشخاص وعدم التفريق بينهم بسبب اللون، وبعد ذلك يتم القبض عليهم من طرف الشرطة. تأتي دافني محبوبة تيم، والتي هي من أصول إفريقية، إليه قبل المحاكمة، وذلك من أجل رؤيته ومؤازرته، وتقدم له بعض النقود. بعد ذلك يدخل الحمام ويقوم بوضع تلك النقود في أنبوب صغير. بعد ذلك يتم الحكم عليه بإثنتي عشر سنة، وعلى صديقه ستيفن بثمان سنوات، وذلك سنة 1978. يحاول ستيفن الهروب، لكن يتم القبض عليه ويتم أخذهما معا إلى السجن. عند وصولهم إلى سجن بريتوريا، وقبل وصولهم إلى زنزانتهم الخاصة، يقوم تيم جينكين بمراقبة جميع الأبواب، كيف هي وطريقة عملها، والتركيز على جميع الأشياء الموجودة. بعدها تم عزل كل من الصديقين في زنزانته الخاصة، وبدأ السجان مونغو بسرد القوانين التي يجب عليهم اتباعها. في اليوم الموالي يتم التقرب من الصديقين من طرف دينيس، والذي يعتبر مناضلا ضد الفصل العنصري، ويتم مراقبتهم من بعيد من طرف سجين يدعى ليونارد. ويقوم السجان مونغو بضرب رجل أسود أمامهم بدون أي سبب. بعد ذلك وفي ساحة الاستراحة يقوم الثلاثة بالركض، وفي نفس الوقت يقوم صديقهم الجديد دينيس بإخبارهم عن مقاييس أسوار السجن وعن حراس السجن، مع أنه يبدو بأنه معارض لفكرة الهروب، لكنه يساعدهم. يذهب في حال سبيله، وفي هذه الأثناء يقترب منهم ليونارد ويخبرهم أنه إن كانت لهم خطة للهروب من السجن فإنه يريد أن ينضم إليهم. في وقت لاحق أخرج جينكين الأنبوب وأعطى المال للمناضل دينيس وخبأهم هذا الأخير. بعد مرور 23 يوما في السجن، بدأ تيم جينكين في التفكير في جميع الخطط الهروب المحتملة، لكنه لم يجد الخطة المثالية بعد. الأيام تمر بسرعة، ومن خلال زنزانته يجد الخطة المناسبة التي تجعلهم يهربون من سجن بريتوريا، لكن تطبيق هذه الخطة في الواقع جد صعب وشبه مستحيل. وهنا تبدأ الأحداث المشوقة. يبدأ جينكين برسم خطته على الورق، والتي تتجلى في صناعة مفتاح خشبي لباب الزنزانة ومفاتيح خشبية لجميع الأبواب الضرورية من أجل الخروج من السجن. ويخبر كل من ستيفن وفونتين بأمر المفاتيح الخشبية، ويبدأون الخطة. في مكان تناول الطعام وبتواجد الحراس، يقوم فونتين بجلب الانتباه، وبهذا يأتي السجان الوحشي مونغو إليه. والغرض من هذا هو جعل جينكين يقوم بمشاهدة المفاتيح الأصلية المعلقة في خصر السجان، وبهذا يقوم بتذكر شكل المفاتيح لأن كل مفتاح له شكله الخاص. وفي زنزانته يقوم برسم أسنان المفاتيح على الورق، وفي ورشة العمل الخاصة بالنجارة يقوم بتطبيق الأمر من أجل صناعة مفاتيح خشبية تشبه الأصلية. السجان مونغو يراقبهم في كل صغيرة وكبيرة يقومون بها، لكن يستطيع جينكين إخراج قطعة الخشب الصغيرة مع مبرد خشبي وورق الصنفرة وغراء، وبدأ في العمل الليل كله. بعد اكتمال المفتاح جربه على الباب الداخلي لزنزانته ونجح الأمر، وغمرته فرحة لا تصدق، وأخبر أصدقائه بالخبر. والآن عليهم مراقبة مفاتيح السجان الأخرى لتذكر شكل أسنانها، وذلك من أجل صناعة أشكال جميع المفاتيح التي بحوزة السجان من أجل فتح الأبواب الضرورية للهروب، لأنهم لا يعلمون المفاتيح المناسبة لكل باب، وعليهم صناعتها جميعا. مرت 100 يوم على سجنهم، وهم في ممرات زنزانات السجن يقوم جينكين بتجريب المفاتيح الخشبية التي صنعها على الباب الخارجي لزنزانات السجن، وذلك بمساعدة باقي السجناء.
لكن ينكسر مفتاح الخشبي ويستطيع إخراج بقايا الخشب بصعوبة، لكنه يبقى مستيقظا لأنه قد أدار القفل الباب ولم يستطع إعادته إلى حالته. في الليل يأتي السجان مونغو ويستغرب من الأمر، لكنه يقفل الباب، وهنا يرتاح جينكين ارتياحا كبيرا. باقتراح من ليونارد يقوم جينكين بصناعة أداة خشبية طويلة معلق عليها المفتاح، وذلك من أجل فتح باب الزنزانة الخارجية والتي تفتح من الخارج فقط. تتم العملية بنجاح إذ تمكن من إدارة القفل، لكن يسقط له المفتاح خارجا وبصعوبة كبيرة يسترجعه وكاد قلبه يتوقف. في اليوم الموالي يخبر أصدقائه بالخبر المفرح، يلتقي جينكين بالسجين دينيس ويخبره هذا الأخير بعواقب عدم نجاح خطة هروبه. بعد مرور 206 أيام وهم في السجن، عليهم الآن الحصول على ملابس عادية، وهذا كله لأن السجن يتواجد بمدينة بريتوريا، وعليهم ارتداء ملابس عادية وليس ملابس السجن لكي لا يتم معرفتهم من قبل المواطنين على أنهم هاربين من السجن. بعد مرور 296 يوما يقوم كل من جينكين رفقة فونتين بالخروج من زنزانتهم ليلا والتجول في الممرات المؤدية إلى الخارج وتجربة المفاتيح، وهناك يعلمون بتواجد السجان السمين الذي يستمع إلى الموسيقى. يخرج السجان من أجل القيام بدورة استطلاعية على غرف المساجين. يختبئ الصديقين داخل غرفة صغيرة للمعدات. في اليوم الموالي يتم تفتيش زنزانة جينكين من طرف كابتن السجن ورجاله، ومن ضمنهم السجان مونغو، وذلك لأنه نام مطولا ولم يستيقظ في الوقت المناسب. وأيضا يتم تفتيش جميع الزنزانات المجاورة، ويتم أخذ صورة ابن فونتين من زنزانته ويعارضهم، ويتم ضربه وتعنيفه وأخذه. وحتى مع عثور كابتن السجن على بعض الأدلة، فإن ذكاء جينكين جعله يجتاز كل الأسئلة، وأخبره الكابتن أنه سيراقبه وأنه يشعر بأنه يخطط لشيء ما. بعد مرور 404 أيام على السجن، فإنهم قد صنعوا عدة مفاتيح وأجروا عدة تجارب لكيفية الهروب. يحاول الأصدقاء الثلاثة إقناع السجين المناضل دينيس ورجاله على الهروب معهم، لكن بدون جدوى إذ قرروا عدم الهروب. والآن يتركون لباس السجناء في زنازينهم ويخرجون باللباس الداخلي فقط، وذلك من أجل أن يرتدوا لباس العامة الذي سرقوه فيما قبل. يستطيعون فتح جميع الأبواب، لكن آخر باب ليس لهم مفتاحه. يترددون في العودة، لكن فونتين مصر أنه لن يعود إلى الوراء، وبهذا يبدأ في كسر جانب الباب الذي يعد باب خشبي ليس قوي كالأبواب الحديدية السابقة، وبهذا يستطيعون الهروب من سجن بريتوريا ويأخذون تاكسي أجرة، ووجوههم تغمرها أكبر فرحة. في السجن يفتح السجان مونغو الزنزانات، لكن يتفاجأ بأن الأصدقاء الثلاثة لم يخرجوا بعد، وهنا الصدمة عندما لم يجدهم. ويبدأ المساجين الآخرين من ضمنهم دينيس بالضحك، وبعد ذلك قد توجهوا إلى لندن، وهناك واصلوا عملهم من أجل مناهضة التمييز العنصري، وكانوا يعتبرون هاربين حتى تم العفو عليهم سنة 1991. تم إطلاق سراح دينيس سنة 1985. تم القبض على دافني لمدة 9 أيام عند هروب حبيبها تام، ولم يرها منذ ذلك الوقت. وينتهي الفيلم.